بسم الله، عندنا تمرين يستهدف عضلات الرجلين الخلفية والجلوتس اسمه رومينيين ديد ليفت. التمرين ده هنجيبه 12 تكرار وجولتين والراحة لحد 90 ثانية. احنا هنلعب ببار في وزن مناسب يخليني قادر اجيب ال 12 تكرار. رجليا تبقى قبل البار، يعني قريبة من البار مثلا، يعني لما اجي انزل امسك البار يبقى البار لامس رجليا. تمام، رجليا دي باتساع الحوض، بنزل اتني ركبتي وظهري كده بص لفوق ظهري مفروض، وامسك البار بعد كده اقوم اطلع وانا ظهري مفروض. تمام، لو وريتكم صوره بالجنب اهو. هنلعب بقى ازاي بقى؟ انا بتني ركبتي ثانيه سنه بسيطه وبنزل لحد تحت وظهري مفروض وبطلع. واحد احنا كنا عملنا تمرين قبل كده اسمه ستريت ليج ديد ليفت، يعني بنزل وانا رجليا مفروده على الاخر. التمرين ده بلا بتني رجليا شويه كده وبلعب نفس التمرين، بس رجليا ايه فيها انحناء، يعني ركبتي متنيه متنيه شويه. تمام، اهم حاجه ظهري يبقى مفروض كده، ما يعملش كده، ما يتقوص كده، ظهري يبقى دايما مفروض لحد ما اجيب ال 12 تكرار. او ممكن العب دامبلز، ممكن امسك اتنين دامبلز وبنفس الطريقه العب برضو 12 تكرار وجولتين والراحه لحد 90 ثانيه.